النص الثاني نكتب كان نرفس تيميليشن. انا بعمل كان بي خلاص واعمل اثاره للفيرنس نير او البريفرال نير عن طريق الجلد. يعني ايه؟ انا بسلط او بعمل ابلاي للالكتريكال كارنت من خلال الجلد هيعمل لي ستيميليشن لكل البريفرال نير اللي تحتيه اللي في الاريا دي اللي تحت الالكترود اللي بيعدي عليها الكارنت. خلاص؟ وعشان كده اسمه ترانس كوتينيوس من خلال الجلد الكتريكال نير ستيميليشن بعمل تنبيه كهربي للاعصاب اللي موجوده في المكان ده. خلاص؟ ده الاسم بتاعه. طيب المحاضر المفروض هنعرف الديفينيشن بتاعه، نعرف التايب بتاعه التنس، خلاص ونعرف السوليكال افكت او اللي هي الاندرلاين ميكانيزم بتاعته بيشتغل ازاي او بيعمل الافكتس بتاعته ازاي. بعد كده هنشتغل على اليوزز اللي هي الانديكيشن والديس ادفانتج والادفانتج بتاعته والديس ادفانتج او السايد افكت والكونترا انديكيشن بتاعتها. وبعد كده في الاخر خالص هناخد الابلكيشن بتاعه. تمام؟ اول حاجه عندنا الديفينيشن زي ما احنا شايفين هو عباره عن مودم نون انفيسيف دراج فري الكتريكال موديل فور بين مانجمنت اكيوت مونيتورنج. خلاص يعني ايه؟ يعني وسيله علاجيه حاجه بشتغل بيها بعمل فيها علاج بقلل بيها الالم خلاص سواء كان اكيوت او كرونيك. ده عن طريق ايه؟ دي وسيله نون انفيسيف ما فيهاش اي مشاكل للعيان، ما فيهاش اي الم دي مش مسببه المشكله دي مش هتبقى ديسكومفورت للعيان. خلاص هتبقى ما فيهاش تدخل شديد ما فيش عمليه فيها، يعني مش هعمل كاتنج ولا هعمل انجكشن مثلا بسن ابره بتاع الكلام ده، مش هعمل وود ولا هعمل خلاص اي انجري للعيان. عشان كده اسمها نون انفيسيف. خلاص ما فيش فيها تدخل عدواني تجاه العيان، ما فيش حاجه مؤلمه، ما فيش حاجه هتتعبها. خلاص الجمله الثانيه او الكلمه الثانيه اللي هي دراج فري ان انا بعمل سيليشن او بعمل انفيزا افكت من غير اي تدخل كيميائي، ما بدخلش اي ماده من بره الجسم، شغلي كله على جوه الجسم، التاثير كله بتاع الكارد والبين ميديليشن والافكت بتاعته بتبقى جايه من جواه، بتحصل كلها جوه الجسم، مفيش حاجه من بره جايه غير الالكتريكال كارد بتاعته. وصلت؟ يبقى نون انفيزيف دراج فري بين مانجمنت موديل. خلاص؟ ليه؟ الاكيوت ويل كرونيك بين. في مشكلة فيها؟ ده الديفينيشن بتاعها. طب الويف فورمز بياخد كل الأشكال ينفع عادي مفيش مشكلة فيها، بيشتغل التنس على أي شكل من دول على حسب ما أنت تظبط الويف فورم بتاعتك في البارامتر بتاعت الجهاز. خلاص وأنت بتظبطه في الأول. ماشي؟ عايز تشتغل مونو فيزيك، عايز تشتغل باي فيزيك، سيمتريكال، أسيمتريكال، بالانسد، أنبالانسد، زي ما أنت عايز. كل أنواع الويف فورمز اللي إحنا اتكلمنا عليها وشرحناها قبل كده خلاص تشتغل معانا في التنس. مفيش مشكلة فيها. تمام؟ على حسب ما انت تختار اللي يريحك. طيب التايبس بتاعتك. التايبس بتاعت التنس عندي فيه اربعه. في اربعه تايب للتنس. اول واحد فيهم اللي هو الكونفشنال او التراديشنال او هاي تنس او هاي فريكونسي تنس او نورمال تنس. خمس اسماء لي. ممكن تلاقيه في الكتب اي ابتدائي يراجع اي كتاب يسمي اي اسم فيه. الكل الخمسه دول هو نوع واحد. تمام؟ هو اسم واحد. كلهم بيتكلموا عن نفس الحاجه. تمام؟ يبقى conventional, traditional, normal, high tense, high frequency tense. طيب ايه الكاركترستيك بتاعته؟ زي ما احنا شايفين عندي الفيز ديوريشن شورت الفريكونسي هاي اكتر من 100. طيب الفيز ديوريشن اللي هي فين؟ يعني ايه فيز ديوريشن؟ المده بتاعت الليل المده بتاعت الليل يعني هنا كده خلاص في البلس دي في الكرن دي خلاص ناخد الويف فورم ده سيمتريكال باي فيز. فين الفيز ديوريشن فيها؟ من اول هنا لحد هنا. لا 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 دي كده البلس ديوريشن خلاص او البلس ويز. الفيز اللي هي النص اللي فوق او النص اللي تحت، الجزء اللي فوق او الجزء اللي تحت. قلنا حاله واحده بس اللي بيبقى فيها الفيز ديوريشن هي هي البلس ويز في المونوفيزم عشان هي واحده فيز 1. تمام؟ خلاص؟ يبقى الفيز ديوريشن اللي هي من اول بدايه الفيز هنا لحد النص هنا. النص اللي فوق يا النص اللي تحت. ده اسمها الفيز ديوريشن. تمام؟ يبقى الفيز ديوريشن بتاعي شورت قليل اقل من 150 مايكرو سكند. طيب الفريكونسي عالي اكتر من
100 هرتز خلاص دي الكاركترستيك بتاعته. بيشتغل على مين؟ بيشتغل على الاي بيتا وبيعمل ستيميليشن للسباينال جيت، بيعمل ميديوليشن للفين او ميوزك افكت عن طريق السباينال جيت خلاص. ده الكونفشن ماشي. وادي الشكل بتاعه بيبقى الفيز خلاص اللي هي البلس الحته الزرقاء دي صغيره ماشي، والفريكونسي بتاعه كتير عالي، التردد بتاعه عالي. طيب النوع الثاني بيرست مو هو الكونفشنال او التراديشنال تنس خلاص، بس الفرق ان البلسز بتاعته بتبقى بشكل بيرست. احنا قلنا البيرست دي عباره عن ايه؟ رول بلس مجموعه من البلسز بتحصل لها ديليفري او ابلاي سيم تايم خلاص، بيخشوا مره واحده اربعه بلسز ورا بعض وبعد كده ياخد ريست، اربعه بلسز ورا بعض وياخد ريست وهكذا تمام. وقلنا الفريكونسي بتاعه من 2 ل 3 بيرست بير سكند، وهي نفس الكاركترستيك بتاعته اللي هي الهاي بلس والهاي فريكونسي والفيل ديوريشن خلاص. هي دي بس يا عم يعني خلاص. فهو الكونفشنال تنس شورت فيل ديوريشن هاي فريكونسي خلاص، والبلس ريت سوري البيرست ريت بتاعه بيبقى 2 ل 3 بيرست بير سكند ماشي تمام. ده البيرست. طيب النوع الثالث عندي الاكوا فانكشر خلاص. الاكوا فانكشر لايك تنس ده بيبقى فيه الفيز ديوريشن لونج عكس الكونفشن خلاص عالي، اللي صار الويتس بتاعها والديوريشن بتاعها كبير خلاص، والفريكونسي قليل عكس بيبقى الفيز ديوريشن بتاع الفيز ديوريشن بتاعي لونج اكتر من 150 مايكرو سكند، والبلس فريكونسي قليل من 2 ل 5 هرتز بير سكند او بلس بير سكند تمام. طيب ده بيشتغل على سنسوري موتور، بيبقى فيه مصل تويتشنج خلاص. اقفل الباب احسن، اقفل الباب احسن. طلع الكتاب افتح الشباك الاول عشان نقعد نرمي الباب، افتح الشباك عشان نقعد طيب. يبقى عندي هنا الاكوا بانكشر تنس خلاص، بيبقى الفيز ديوريشن بتاعي كبير اكتر من 150، والبلس فريكونسي بيبقى قليل من 2 ل 5 بس، وده بيشتغل على الموتور، بتلاقي فيه تويتشنج في المصر فابريليشن نعشه خفيفه مش كونتراكشن كامل، مش مصر كونتراكشن عضله مش هتشد كده لا، هتلاقي فيه نعشه. اول ما تبدا يحصل الرعشه دي كده انت دخلت الاستنسور على الموت، ده الاكوا فانكشر تنس وصلت؟ ده الليفل بتاعه خلاص. طيب الميكانيزم اللي بيشتغل عليها على الميكانيزم الثانيه اللي هي بتاعت الفيتا النورفنس او الجيت سيستم او الجيت ميكانيزم خلاص ماشي. ده بالنسبه لايه؟ للاكوا فانكشر لايك تنس بيشتغل على كرونيك بين وكونفشنال على الاكيوت بين. الحته اللي فاتت بتاعت البيرست هو دي صح؟ لا لونج خلاص مش شرط، هو بياخد كومبينيشن بين الكونفشنال وبين الاكوبنشر، واخد اللونج بالانس ديوريشن من الاكوبنشر والهاي فريكونسي من الكونفشنال خلاص ماشي. وده الشكل بتاعه، ده الفريكونسي طبعا بعاد عن بعض عشان الفريكونسي بتاعه قليل خلاص من 2 ل 5 هرتز، فبالتالي الريبيتيشن بتاعهم قليل غير الايه؟ غير الكونفشنال، هنا الريبيتيشن او التردد بتاعه والفريكونسي بتاعه عالي خلاص، فالتكرار بتاعهم كتير عكس الايه؟ الاكوا بانش ماشي؟ رقم اربعه واخر واحد معانا اللي هو البريف انتنس تنس. بريف انتنس تنس، بريف يعني الديوريشن بتاعه قليل، التايم فابريكيشن بتاعه قليل، حاجه بسيطه بريف وقت قصير خلاص. انتنس يعني التنس بتاعته عالي مكثف عالي شديد سترونج تنس خلاص. يبقى بريف انتنس تنس ايه الكاركترستيك بتاعته؟ اول حاجه الفريكونسي بتاعي عالي من 100 ل 150 هرتز، التنس ديوريشن عالي من 150 ل 250 مايكرو سكند خلاص. زي مين في الكلام ده؟
طيب فريكوانسي ولونج ديوريشن الانفيرسن خلاص زي مين الانفيرسن تمام بيبقى الديوريشن بتاع التريتمنت كله اقل من 15 دقيقه من 10 ل 15 دقيقه الجلسه كلها بتاعته طب بيشتغل على اي ليفل هنكشف ليفل على البيت كله الموعد الالم عشان كده هو اسمه انتنس يعني شديد عالي خلاص ده لما هتختار لازم يكون العيان يعني مستعمل هو مقلب معاك وفاهم يعني تشرح له الموضوع ايه خلاص وتفهمه ده يبقى هو اللي يديك هيحس بلسعه هيحس بشخصيته جامده في بين في بيرنينج بين خلاص هيحس بحرقان مكانه خلاص ده بالنسبه لايه؟ للبريف انتنس طيب دي الحته بتاعت الميديوليشن اللي بيسمح بيها البارامترز بتاعت السنس الميديوليشن بتاع السنس بكل البارامترز بتاعته ينفع نعمل ميديوليشن خلاص كونتينوس وبيرست خلاص في انترفال او بالسد يعني كونتينوس وبالسد ماشي الامبليتيود ممكن اعمل ميديوليشن دي يعني لو انا فرضا هشتغل على امبليتيود مثلا 10 يعني جاي يعمل ميديوليشن بيعمل ازاي؟ يبدا من 5 مثلا خلاص يبدا يزود 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 لحد ما يوصل ل 10 بعد كده ينزل تاني للصفر او الخمسه بعد كده يطلع تاني 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 لحد الماكسيموم او البيك امبليتيود بتاعي اللي هشتغل عليه بعد كده ينزل تاني وهكذا يغير في الامبليتيود من واطي لحد البيك وبعد كده ينزل تاني يطلع ينزل يوصل من فوق لحد البيك بتاعته خلاص على الماكسيموم امبليتيود وينزل تاني بعد كده عندي الفريكونس الفريكونس ريليشن بيتم ازاي؟ الفريكونس ريليشن بيتم ازاي؟ بغير في الفريكونسي بتاعه زي ما احنا قايلين شويه من 100 ل 150 ده الفريكونسي بتاع الشهر فرضا الكلام اللي احنا هنشتغل عليه في السيشن دي على 130 لما يجي الجهاز يعمل ميديوليشن بيعمل ازاي؟ بيبدا مثلا من 100 او من 80 او من 90 ويطلع لحد ال 130 بعد كده ينزل تاني خلاص هو ماشي بطيء بعد كده يسرع بعد كده يبطئ تاني بعد كده يبدا يزود يزود في السرعه لحد ما يوصل للفريكونسي بتاعه اللي هو 130 بعد كده يبدا ينزل ينزل لحد يوصل 80 وهكذا هو كده بيغير في المود اوف دايما خلاص التوصيل للكارنت اللي رايح للعيان بيروح في اشكال مختلفه سواء كان امبليتيود مختلف او فريكونسي مختلف او ديوريشن مختلف زي ما هنا الديوريشن صغير بعد كده يفضل يزيد 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 اهو السايز عمال يكبر 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 معنى كده البالس ويدث والديوريشن بتاعها عمال يكبر عمال يزيد فببدا بشورت ديوريشن يزيد 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 لحد ما يوصل للبيك بتاعتي خلاص انا اشتغل عليها في الجلسه دي بعد كده يبدا ينزل تاني بعد كده يطلع تاني وهكذا خلاص واخر حاجه اللي هو الراندوم الراندوم فريكونسي اللي هو تلاقيه يشتغل شويه سريع شويه بطيء شويه سريع شويه بطيء يفضل يغير مع نفسه مرة يشتغل على 10، مرة يشتغل على 50، مرة يشتغل على 20، مرة يشتغل على 100، يغير الفريكونسي مع نفسه. خلاص؟ راندوم. دي أنواع الموديوليشن اللي بيسمح بيها الكارت بتاع الإيه؟ التنس. المشكلة دلوقتي؟ طيب. دي المقارنة بتاعتنا خلاص بين الأربعة كارتس ماشي؟ هو البريف انتنس سوري البيرسل هو هو تلاقي زي الكونفنشنال حاجات كتير متقارب بين الايه؟ بين الاثنين بين الكونفنشنال والاكوفانشن خلاص؟ يعني البالس ديوريشن بتاعي في الكونفنشنال قليل زي ما قلنا شورت اقل من 150 مايكرو في الاكوفانشن اكتر في البريفرتنس اكبر خلاص؟ طيب البيرسل البيرسل ديوريشن البيرسل ما فيش في واحد فيهم غير البيرسل بس خلاص ده الاختلاف الوحيد بينه وبين الاثنين التانيين خلاص ان هو ده بيبقى شكل الدليفري بتاعه في فيرسيت ضرب بالسز عاديه لوحديها انديفيدوال بالس كل بالس رايحه لوحدها اما هنا لا بيروحوا مجموعه مع بعض ده الفرق بينه وبين الايه؟ الاكو كونفشنال والاكو بانش خلاص طيب الفريكونسي بتاعي هنا عالي لو زي ما قلنا 100 فما فوق هنا قليل اقل من ال 10 هنا برضه نفس القصه اعلى من 80 بعد كده الامبليتيود بتاعي للتنست الامبليتيود اللي هي التنس بتاعي هنا ده كومفورتبل ده كومفورتبل ترابل ده ترابل ده كومفورتبل خلاص ريحني في النظام هو على ايه؟ ماشي فيبقى الامبليتيود بتاع زي ما احنا قلنا اللي هو الهاي انتنس او البريف انتنس ده قلنا بيبقى شديد شويه فلازم يكون ايه؟ العيان يستحمله لازم يكون عيان يقدر يستحمل الليفل ده
الباقي كله مريح يعني انا ما فيش انا فيها ما فيش فرق بين السنسيشن بس عادي وجنتل باراسيزيا تنميل خفيف شكشكه خفيفه اللي هو العادي بتاع السنسوري ليفل بتاع ايه التنس. بعد كده هنا في بيعدي على النوكشس ليفل يبقى ده سنسوري وده سنسوري موتور زي ما احنا قلنا في تويتشنج وفايبريشن خفيف بتاع العضله خلاص. ومن هنا دخلنا على النوكشس زي ما قلنا ده الباقي ماشي. الفايبر اللي بيحصل لها اكتيفيشن في الكونفنشن بيشتغل على الاي بيتا الاكوفنشن بيشتغل على الاي دلتا والسي اللي هم بتوع البين العاديين عشان كده هو بيشتغل بيتا اندورفين خلاص ده بيشتغل سباينال زي ما هنعرف دلوقتي. بعد كده ده بيشتغل على الاي دلتا والسي فايبر هنا الاي دلتا والسي فايبر خلاص كلهم بين خلاص كلهم بياخدوا نفس الباس واي بتاع البين نفس الفايبر بتاعت البين ما عدا الكونفنشن هو اللي بياخدوا الاي بيتا عشان كده ده بيبقى اكثر مع الاكيوز بين خلاص. طيب الميكانيزم اللي بيشتغل عليها ده البيت ده نوبيت وبيت وبيت نفس الكلام عشان ده شغال على الاي بيتا الاي دلتا والسي الاي دلتا والسي الاي دلتا والسي ده كلهم شغالين على نوبيت سيستم البيتا اندورفين وهنا ده شغال على الاي بيتا فده ياخد على الجيت فاينل كنترول تمام. بعد كده عندي الانجيزيك افكت الكونسيبت بتاعها واللاستنج افكت بتاعها خلاص. يعني ايه؟ انت العيان بيبدا يحس بالانجيزيك افكت بتاع الجهاز خلاص وبيقعد معاه فتره قد ايه؟ ده بيختلف من كرنت لكرنت من تايم لتايم. اول واحد عندي الكونفنشن ده بيبقى رابيد افكت التاثير بتاع الانجيزيك افكت بيبدا مع العيان في اقل من نص ساعه يعني 10 دقائق ربع ساعه يبدا يحس ان الدنيا بدات تهدى شويه معاه الدنيا بدات تتسكن معاه انا بدا ايه؟ خلاص ده رابيد اونسيت. طيب اللاستنج بتاعه بريف فيو اورز 3 4 ساعات بعد الجلسه وثاني ما رجع تاني خلاص. ده التاثير بتاع مين؟ الكونفنشن. طيب الاكوبنكشر لا العكس بيبقى سلو بياخد اكتر من نص ساعه لحد ما يبدا يحس بالانرجيزك افكت بتاع الجهاز خلاص. يعني بيقعد نص ساعه ساعه الا ربع ساعه بعد الجلسه خلاص لحد ما يبدا يحس ان الدنيا بدات تهدى شويه معاه مش في وقتها عكس الكونفنشن خلاص. انت في خلال الجلسه قبل ما تشيل الجهاز بيكون هو بدا يحس بالانرجيزك افكت. السيشن بتاعتها بتبقى من 30 لحد 60 مينت خلاص. في خلال النص ساعه دي هو يكون خلاص بدا يحس بالايه؟ بالانرجيزك افكت. ده في الكونفنشن. فبتاع ده في الاكوبنكشر لا ممكن تاخد لحد ما يشيل الجلسه خالص تشيل الجهاز وتخلص الجلسه وبتاع ده الانرجيزك افكت لسه ما بداش. فبيبقى الافكت بتاعه سلو. طب اللاستنج لونج اكثر من 12 ساعه. يقعد معاك حوالي 12 ساعة شغال. الميوزك افكت بتاع الجهاز شغال. يروح وينام وبتاع ويصحى يقول لك الدنيا زي الفل معايا لحد تاني يوم كده بدأت بدأ يرجع شوية لورا. بدأ يحس إن الراجع عمال بيبدأ راجع تاني يزيد شوية. خلاص؟ ده اللي هو الأكوا فانش. البريفرتنس زي ما هو واخد في البلس ديوريشن مين الفريكونسي من الاثنين هياخد برضه هنا من الاثنين. هياخد الراجل افكت خلاص واللونج بلس. هيبقى رابد اقل من نص ساعه يبدا يحس بالتحسن هو كده كده الجلسه اصلا بتاعته بتبقى 10 دقايق ربع ساعه زي ما احنا قلنا خلاص التايم بتاعها قليل خلاص في خلال ال 10 دقايق ولا ربع ساعه يبدا يحس ان ايه؟ بما نزل افكت العيان. طيب اللاستر بتاعه بياخد اللي هو اللونج لاستر بيقعد 12 ساعه خلاص ماشي. الديوريشن بتاعنا كان من 30 لحد ممكن كمان ساعتين على حسب طبعا الحاله الفريكونسي بتاعه يعني في الحالات اللي هي السيرجيكال العمليات الجراحيه والكلام ده ممكن يبقى ساعه او اكثر ساعه ونص ساعتين الجلسه وممكن تعمل مرتين كمان في اليوم مش مشكله على حسب الحاله. اما في حالات الديوريشن عليه ماسك وسكيتر والكلام ده كله ده عادي تبقى مثلا نص ساعه لحد 45 مينت ده السيشن بتاعتي والفريكونسي بتاعي بيبقى يوم او يوم لا يا اما في الحالات الاكيوت او الحالات الشديده شويه بيبقى دايما مره واحده وانس دي خلاص. اما في العادي خلاص النورمال فريكونسي النورمال ريجيشن بتاع السيشن بيبقى يوم او يوم لا والسيشن نفسها من نص ساعه لساعه الا ربع خلاص. ده في حاله الماسك وسكيلات على حسب بقى الحاله اللي قدامك انت بتغير بقى في الايه في البارامتر التايم والفريكونسي زي ما انت شايف على حسب الحاله خلاص. كده كده مفتوح الرينج بتاعك من 30 لحد 180 والفريكونسي من مره لاكثر من مره في اليوم ومن 3 ايام لاكثر لحد 6 ايام او 7 ايام في الاسبوع. تعمله ديلي ماشي تعمله مره يوم او يوم لا ماشي زي ما انت عايز خلاص. دي التايبس بتاعتك. في مشكله لحد دلوقتي لما نطلع النقطه اللي بعدها فيها مشكله في التايب اي واحد فيهم
مقارنة الجدول اللي كان موجود خلاص. البارامترز دي مهمة تدي التفرقة من التايبس عشان بس كان في ناس بيقولوا احنا هنحفظ الأرقام، لأن الأرقام دي مهمة حفظ أكثر من 150 وأقل من 150 وأكثر من 100 وأقل من 100 والكلام ده ده مهم، ده اللي بيفرق الكونفليشن على الأكوفانشن خلاص. دكتور معلش اكوا بانكشر بس مش الاكوا بانكشر زي ما اتفقنا بيبقى عكس الكونفنشن، بيبقى فيه الفيز ديوريشن بتاعي كبير والفريكونسي قليل خلاص، وده بيشتغل على الموتور ليفل بتاع الايه السنسيشن الموتور سنسور ليفل. العيان بيحس بايه؟ بيحس بالتنجلنج سنسيشن العالي الباراسيزيا والشكا والتدمير والكلام ده، بتلاقي فيها رعشه شويه في العضله، بتلاقي فيه رعشه كده خلاص، في هزه كده في العضله، ما يحصلش كونتراكشن، ما تعملش موفمنت خلاص، حطه هنا كده فما يقعدش يعمل لي اكستنشن في الرسم كده، لا دخلت كده على حاجه ثانيه كده، انت اشتغلت على فرده خلاص. هو حاليا بدا بيشتكي يعني في ابحاث عن التنس ان هو اشتغلت على مصر ستيموليشن بس لسه مش شايف مصدر خلاص. فلو دخلت على الكونتراكشن كده سكه ثانيه، في الاول فايبريشن الرعشه الخفيفه في العضله نفسها تمام، ده اللي هو الموتور ليفل بتاعي ده بتاع الاكوا بانش خلاص احنا بنتكلم عليه. طيب بيعمل ستيميوليشن لمين؟ هو بيعمل الـ A دلتا والـ C فايبر اللي هم بتوع البين، فدول بيشتغلوا في تأثيرهم في البين ديليشن على الأوبيت سيستم خلاص، فبيعمل ريليز للبيتا سيرفي فيعمل أنجيزك إفكت، ده الأكوا بانش لايك تنس خلاص. وده عشان كده بيشتغل مع الكرونيك بين، لأن دول إيه السرعة بتاعتهم بطيئة، وبالتالي مش محتاجين حاجه ارجنت او مش فيها مش في مشكله كبيره، وقت احنا عايشين مع البين زي الاكيوت زي سوري الباك بين الوسيو سترايكس والحاجات دي كلها كرونيك خلاص، هو بقى له سنين ماشي بيها وبيتحرك عادي وماشي الحال. فالاثنين في الحته دي الاثنين على الاي دلتا والسي فايبر البين نفسها، ولما اجي اشتغل معاه بشتغل معاه باللي يمشي عليها اللي هو الاكوا بانش تمام خلاص. طيب دي التايبس بتاعتنا، بعد كده نخش على الفيسيولوجيكال افكت او الميكانيزم بتاعك التنس بيشتغل على ايه وبيعمل ايه. فحكوها في المره اللي فاتت المحاضره اللي فاتت في البين ريجوليشن خلاص، اخر جزء او اخر ستيب في البين اللي هي قلنا ثلاث حاجات اللي هما الجيت كنترول سيري سباينال جيت والميكانيزم خلاص والبيتا الدور. ناخد احنا ان شاء الله النهارده الثلاثه ثلاثة ميكانيزم للتنس، الجيت كنترول سيري سباينال خلاص اللي بيشتغل عليها الكونفشنال زي ما قلنا خلاص، بعد كده الاوبيت ميكانيزم اللي بيشتغل عليها الثلاثة التانيين تمام، والبريفرال ميكانيزم بيشتغل عليها الكل خلاص. طيب السباينال جيت سيري الكلام السباينال جيت زي ما اتفقنا وقلنا في المحاضرة اللي فاتت في السكاشن قلنا ايه البين ده ماشي في السمول فايبر، دي السمول فايبر دي بتاعت البين خلاص، الاس دي دي الفايبرز اللي هي السمول الاي دلتا والسي فايبر خلاص، دول بينقلوا البين. وبعد كده ندخل فين؟ على البوستيريور هورن الدورسال هورن بتاع الايه؟ السباين حسب الليفل اللي هو داخل فيه او حسب الليفل اللي هو عنده، بيخش على فين؟ لامينا 1 و2 و3 و4 و5 اللي همنا قلنا ساعتها 3 و4 و5 او 2 و3 خلاص و4 اللي فيهم مين؟ السبستنشيا جلاتينوزا خلاص. طيب السبستنشيا جلاتينوزا الرول بتاعها الاساسي ايه؟ الانديبيتوري افكت لمين؟ للتي سيل، التي سيل اللي هي الترانزميشن سيلز اللي هي السيلز اللي بترفع الامبلسز لفوق اللي بتنقل البين وتوصله للهاير سيلز عشان يحصل برسبشن للبين وبروسيسنج ليه خلاص. طيب فيبقى الرول بتاعها ان هي تعمل انديبيشن لدي موقفاها. طب لما يحصل مين؟ بيحصل ايه؟ الانبرس بتيجي هنا بتخش على سبستنشال جلاتينوزا بتعمل لها انهبيشن تقفلها. فانهبيشن للانهبيتور افكت فيحصل ايه في التي سيل؟ ستيموليشن. يحصل لها اكزيتيشن فتبعت الانبرس بتاعت البين على فوق. خلاص؟ واصلة؟ ده النورمال باس واي بتاع البين. طب ايه اللي بيحصل في التنس؟ بيحصل ان هو بيعمل ستيموليشن لمين؟ لللارج مش لسمول. يخش على اللارج جامد طب اللي هي الاي بيتا. فالاي بيتا بتروح برضه نفس الباسوي هو على الدورسال هورن في اللاجن هو 2 و3 و4 على سبستنشال جلاتينوزا بس التاثير بتاعها عكس معكوس غير عكس بتاع البين. ف
فبتعمل سيموليشن، فعملت لها سيموليشن صحتها خلاص، فبيحصل ايه؟ تعمل انهبيشن للبيت فتقفل دي ويعدي مين؟ الامبلس بتاعي التنس وتطلع لفوق لحد الهاير سنتر. الهاير سنتر فوق مش واصل بيه، واصل مين؟ الامبلس بتاعي التنس خلاص؟ يبقى هو قفل الجيت دي السباينال جيت قفلها هنا. وصلت كده؟ المشكله فيها؟ تمام؟ طيب دي الميكانيزم الاول. الميكانيزم الثانيه اللوجيت ميكانيزم فيسيولوجيكال ريسبونس في البودي خلاص؟ اللي هي بتحصل اصلا اللوجيت ميكانيزم دي او بير سيستم دي بتحصل اصلا من قبل التنس خلاص؟ لوحدها مجرد بيحصل دين بيحصل لها اكتيفيشن وبتحصل ايه؟ ريليز للبيتا اندورفين والانكفال اوتوماتيك بس النسبه قليله. الرول بتاع التنس ان هو يزود النسبه دي. ضعيف انت الجرعه يعني بتاخد مسكن قرص واحد فسكن شويه بس لسه في قلق، لو خدت واحد تاني الجرعه هتزيد فيسكن خالص او اللاستنج افكت بتاعه يبقى ايه؟ فتره اطول. خلاص طبعا في حدود الادويه يعني ليها حد يعني. خلاص؟ فده اللي بيحصل مع التنس. البين نفسه وهو طالع اهو السمول فايبرز خلاص بيطلع فوق يعني بتاع الانهبيشن دي السبستنشن جلانيوزا خلاص ويعدي سوري بتاع الستيموليشن دي اللي معكوسه دي معكوسه بتاع دي صح. ويعمل انهبيشن دي خلاص فهتعمل انهبيشن فهتعمل انهبيشن للانهبيشن فيحصل استيموليشن لمين؟ للتي سيل فالتي سيل تعمل ترانزميشن للبين فوق خلاص. طب ايه اللي بيحصل؟ الحته اللي احنا قلنا عليها فيسيولوجيكال ان هو طالع من الثلبس هنا بيدي برانش او بيدي اوردر نيرون لمين؟ للدي او اس اللي هو الديسيلنج اندوجينوس اوبيت سيستم اللي هم مين؟ البيك ودكتايل جري ماتر خلاص والنيوكلاس راف ماجنس دول اثنين خلاص ستراكشرز موجودين في الميد برين خلاص حتتين كده صغيرين موجودين في الميد برين. الانبلس بتاعت البين وهي طالعه رايحه للثلبس اللي هو السكند اوردر نيرون اللي احنا قلنا عليه خلاص من التي سيل لحد من التي سيل ويعدي الناحيه الثانيه انتيرو لاتر ويطلع في السباينو سيراميك لحد الثلبس فوق خلاص ده اللي هو السكند اوردر. بدايه السيرد اوردر من الثلبس لحد الكورتكس بيطلع برضه برانش تاني معاه فبيطلع البرانش الثيرد اوردر نيرون العادي بتاعنا اللي هو من الثلبس لحد الكورتكس فوق خلاص وبيطلع برانش تاني من اوبيت سيستم خلاص اللي هم البيك وداكتايل والرف نيوكلاس ماشي. ايه اللي بيحصل بقى؟ بيعمل ريليز خلاص افرنت تحت بيعمل ريليز للدورفول وانكفالين فيعمل انهبيشن للتي سيل والباقي بيلف في السيركيليشن فيروح على السايت اوف انفلاميشن او السايت اوف انجن نفسها او التيشو دامج ويعمل سيديشن للريسبتورز هناك فبيقفل حاجتين فبيقفل من ترانزميشن نفسه للتي سيل خلاص زي ما بيعمل السباينال جيت هو قفلها بس عن طريق الاوبييت خلاص ميكانيزم ماشي عن طريق الاندورفين دي حاجه دي اللي هي الايه النيورال. بعد كده في اللوكال ان هو الدورفين والانكفالين ده موجود في السيركيليشن بيلف في البودي فبيروح على فين؟ على السايت اوف انجري المكان اللي فيه المشكله او المكان اللي فيه السورس اوف بين فيبدا يعمل سيديشن للريسبتورز نفسها. عشان كده انت لما تتخبط او تحصل مشكله او تحصل كات مثلا بسكينه او بتاع الكلام ده بيحصل ايه؟ البين في الاول شديد في لحظتها شديد وبعد كده بتلاقي الدنيا بدات تهدى شويه لسه في بين مش قادر تتحرك ايدك مش قادر تتحرك رجلك الخطه الكادمه مش عارف ايه بس بدات تتحرك الدنيا هدت شويه. طب ايه اللي هداها؟ الاوبيت ميكانيزم اللي حصل خلاص اللي حصل ده ده فيسيولوجيكال ريسبونس بتحصل نتيجه البين اوتوماتيك لوحدها خلاص. طيب الرول بتاع التنس بقى بيعمل ايه؟ بيزود الموضوع ده تاني يبقى في شويه راح نتيجه ان البين طلع خلاص ووصل لفوق خلاص عمل ريليز للدرفت والانكفالين بمقدار معين وزي ما احنا قلنا مثلا فرضا نقول خمسه دول نتيجه البين. جيت انا بعد كده في الجلسه حطيت التنس فالتنس عمل ستيميليشن وبقيت ميكانيزم دي برضه ان شاء الله تعرف يعني ماشي؟ ماشي
هيكمل فوق لحد السيرموس والكورتكس في نفس الباسويه بتاع البين لانه هو البين صح. ونفس الكلام برضه وعند اول ما يوصل عند السيرموس وهو طالع رايح ناحيه الكورتكس بيدي برانش لمين؟ للبتالوبيد سيستم فيعمل ريليز برضه للدولفين تاني والكيفن تاني بمقدار تاني عندهم تاني مثلا 5 تاني فيبقى الايفكت كام؟ 10 لان الايفكت اتضاعف خلاص؟ وصلت؟ تمام؟ طيب ده في التنس البريف انتنس بقى ايه هو واحد المميزات بتاعت الاثنين لونج لاستنج خلاص ورابط افكت بيبدا بسرعه ويقعد فتره طويله ان ده فيري انتنس شديد بينفول مؤلم فانت مش موصل بس سيجنالز مكان البين لا انت موصل بين انت بين تاني خلاص سورس اوف بين تاني خلاص فبالتالي الريليز او كميه الريليز بتاعت الاندورفين هتبقى مضاعفه يعني بدل ما هو التنس البروفيشنال عادي او اكوبنكشر كان بيطلع 5 تاني لا ده هيطلع 10 تاني لما هم يبقوا 10 المجموع يبقوا 15 وبالتالي يحصل رابط افكت او رابط انجيزك افكت ولونج لاستنج فور لونج تايم وصلت خلاص ده السكند ميكانيزم اللي هي الاوبيت لاست ميكانيزم تالت واحده الدريفرال ميكانيزم عندي دوماتيك كوليشن خلاص نظريه التصادم بالعكس يعني ايه؟ انا عندي مكان اهو بتاع البيت ده التيشو دامج ده الانجن ده المكان اللي فيه الدامج والانجن بتاعه خلاص ده السورس اوف بين فبيطلع الانفاس بتاعت البين بتمشي في البريفرال نيرف لحد ما توصل للدورسال هورن والسباينال كورد وتطلع لفوق للسلامس والكورتكس صح؟ ده الباسوي بتاعه عالي. طيب لو انا لما اجي بقى اعمل كنس واحط الالكترود هنا حوالين حوالين البوينت بتاعت التيشو خلاص اللي فيها الانجري واحده مثلا يمين واحده شمال واحده فوق واحده تحت ايا كان الابلكيشن فبيحصل ايه؟ الكرنت بتاع التنس بينزل يعدي في التيشو لتحت. طيب يعدي على مين تحت؟ على البريفرال نيرف اللي هو شايل البين خلاص هو بيعمل اكستنشن لكل الاستراكشرز اللي تحتيه بما فيها البريفرال نيرف ده. طيب بيحصل ايه بقى؟ اول ما توصل البريفرال نيرف في كده اتجاهين في اتجاه كده وفي اتجاه كده هيحصل ايه؟ الكرنت هيتقسم اثنين واحد يمشي ده واحد يمشي ده واحد يمشي يمين واحد يمشي شمال. طيب اللي مشي هنا شمال ده سكته سالكه مفيش مشكله مفيش حاجه قدامه مكمل كده لحد ما يوصل للسباينال كورد خلاص يطلع للسيربس فوق والكورتكس يعمل مين؟ السباينال جيت المشكله كده فيها ماشي على طول. طيب التاني بقى التاني يخبط في مين؟ في الامبلس اللي جايه بتاعت البين اللي هي جايه من التيشو ماشيه كده المفروض رايحه هي السباينال كورد هو جاي عاملها في النص واقف جاي انا خارج من الباب واحد داخل تاني لا هو عارف يدخل وانا عارف اخرج. وقفنا كده احنا الاثنين نخش بعض على الباب. والباب صغير، لا عارف امشي كده ولا كده، هو هي اتجاه واحد. الاثنين وقفنا ونخش بعض. فلا ده رايح ولا ده جاي. سبت. فيحصل ايه؟ كوليشن للبين، تصادم خلاص وايقاف ليه، يعمل ستوبنج للانفاس بتاعك. طب ما هي لو كده كانت سهله وتحلت يعني. خلاص ما كنا حاطينها التنس تمام زي الفل وقفل السكه من الاول وما احتجناش بقى سباينال ولا اندورفين ولا الكلام ده كله. احنا ليه؟ ما هي دي شغاله طب ماشي ما هي دي الفكره طالما هو قفل البيت. مش كده سباينال بتاع البيت. تمام هو هيعمل سباينال خلاص ليه اتكلمنا عنها؟ ليه تعمل ميجريشن للبيت؟ ان هو البين التيشو خلاص هو مش الفايبر الوحيد ده اللي هيوصل لبين في نيرف فايبرز ثانيه في نيرف هنا في هنا في هنا في هنا في هنا في هنا الحته دي كلها وايه تحتيه مين وشمال وفي اي حته في فايبرز كتير في سيركلز كتير كلها بتنقل الامبرز التنس والالكترود جاي على واحد ولا اثنين ولا ثلاثه منهم بس الباقيين مش عارف يوصل لهم وعاد عنه مش هيوصل لهم خلاص فدول هيوصلوا فاللي حصل ايه؟ ان هو قفل شويه من البين امبرز يعني فرضا هنقول لو البين امبرز دول 100 جينا هنا قفلنا 30 مثلا منهم وال 70 اللي حواليه راحوا معديين لفوا من سكه ثاني وعدوا خلاص ايه؟ عليا مكان الكترود ده ما انا هو فاكر كل كل دقيقه ما لا فتبدا كده هو ده الحل خلاص الحل الثاني ما الحل موجود باقي شغل باقي الميكانيزم خلاص فاللي بيحصل ايه؟ قفلت السكه دي جينا على الباب رحت قفلت فلف راح يعمل في الباب اللي ورا ووصل دخل للضرب صح؟ طيب يحصل ايه بقى؟ الامبلسز اللي رايحه دي كده هتخش هناك تعمل لي سباينال جيت
قفلت شوية خلاص. لو هرب شوية تاني يحصل ايه؟ الاندورفين من فوق ينزل لتحت يقفل الباب. فدي خلت مثلا 30%، والسباينر دي خلت لها مثلا 50-60% تاني، والاندورفين خلصت على باقي 10-20% اللي فاضلين. فكده حصل من دي البيزك افكت. الثلاثة بيشتغلوا مع بعض، الثلاثة بيشتغلوا مع بعض. كل انواع التنس بتشتغل على الثلاثة، كل انواع التنس بتشتغل على الثلاثة. بس كل واحد فيهم دوميننت واحدة منهم. يعني دي الأساسية بتاعته والباقيين شغالين بعض. بس دي الأساس، ده الطريق الأساسي بتاعي. خلاص ده الشارع الرئيسي. في طرق فرعية توصل له تمام ماشي، بس ده الشارع اللي أنا متعود أمشي فيه. يعني في مشكلة في الشارع مقفولة بلف من الناحية التانية عادي. خلاص؟ فكل تايب أوف تنس الأربعة اللي إحنا قلنا عليهم بيشتغلوا على الثلاثة ميكانيزم بتوعنا. بس بدرجات، كل واحد فيهم ليه أفضلية في حتة أكتر من الثاني. الثلاثة شغالين في نفس الوقت، الثلاثة شغالين في نفس الوقت، الثلاثة بيعملوا أنليزك إفكت، الثلاثة بيعملوا أنليزك إفكت. خلاص؟ وصلت؟ في مشكلة كده فيهم؟ تمام. الإنديكيشن، رص بقى وقول زي ما أنت عايز. كل أنواع البين اللي تخطر في بالك. أكيد كرونيك بين يخطر في بالك شغال معاه تنس. مفيش أي مشكلة فيه. خلاص؟ سيرجيكال بين، أكيد كرونيك كله، كل أنواعه. السيرجيكال بين بري وبوست سيرجيكال، قبل وبعد العملية. خلاص؟ الميوفاشيال بين، أكيد كرونيك. التروماتيك خاصة كده مكاسر الكلام ده كله. خلاص؟ ماسكول سكليتال، السوفت تيشو انجري زي الارثرايتس كوباك بين زي ما قلنا، سترين سترين كل الكلام ده كله. خلاص؟ نيورولوجيك بين، خلاص تراجيومينال فيشيال بين، كل الحاجات بتاعت الاعصاب كرينيال بري بريفرال نير. خلاص؟ نيورايتس بول نيرو بس كل الكلام ده كله شغال معانا. ستامب وفانتوم بين. خلاص؟ ده برضه نفس الكلام. فانتوم بين اللي هو ألم الشمس. خلاص؟ ده شيء اللي هو بيبقى ايه؟ ألم مكان بعد الامبيوتيشن. بعد ما بيحصل الامبيوتيشن خلاص بلمب معين من البودي البريفر نير او البرين صوت البريفر نير خلاص والبرين خلاص يفضل يوصل له السيجنال زي ما هي لفتره خلاص معينه. بعد كده مع الانتنس والادابتيشن بعد كده لما يتاكد مثلا ان هي بتعرف منها والكلام ده يبدا يحصل ادابتيشن للسيجنال انج الموجوده خلاص الريسبتور دي بيتعامل ان هو ايه مفيش الليب ده فبيفضل يوصل الليب بتاعته فوق البرين كانها موجوده بيبقى حاسس بيها ولكن في وايلنس في الصباع رجل الصغير وجعنا هيموته مفيش اصلا خلاص ماشي فده اسمه الفانتوم بين الستامب بين ده هو المكان الحته اللي فاضل نهايه الامبيوتيشن خلاص ده الطرف اللي فاضل ماشي ده نهايته كده الحته اللي بتبقى عامله زي الفيريكال شيب عشان تترك في الطرف الصناعي ده اسمه ستامب الحته الجزء ده النهايه دي بتاعت الليم خلاص ده اسمه ستامب نتيجه الاوفر لاب اللي بيحصل بين المصل طبعا هو لازم يعمل لها فشل الحته بتاعت العظمه دي بتسيب العظمه نفسها كده غلسه كده على طول هتبقى بينك وبين العيان هيحصل ديبريشن وينجل والكلام ده كله كل ما يدوس ويحمل عليها خلاص الحته بتاعت البول دي اللي فاضله فنعمل لها فضل نعمل لها طبعا اللي بيحط تيشو باصل و بتاع ده بتاع الرفاس وبتاع الكلينس تيشو والكلام ده كله خلاص ويعمل اوفر لاب للسكن عليه يغطي كذا طبقه حواليه عليه عشان يعمل لها بات خلاص زي كشن كده عشان تشوف الابزوربشن طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ ايه اللي بيعمل البين؟ نتيجه الاوفر لاب اللي حاصل ده كله فدي كلها فيها ريسبتورز خلاص فالريسبتورز دي واحده على الثانيه خلاص بيقعدوا يخبطوا هم في بعض يعملوا ستيميوليشن لبعض فيعمل بين تبقى بينكم خلاص يحصل اديجن في المكان ده فبتبقى سورس اوف بين ده اللي هو الستامب بين فلازم عشان كده تبدا الستامب ويفرق الريهابيتيشن على حسب العمليه وحسب الجراحه تأثيرا في الآخر. مهمة جدا في الريبيليشن بتاع الامبيوتيشن. إن شاء الله في الجراحة. ماشي؟ طيب الريسنت يوز اللي احنا قلنا عليها اللي هي الحاجات الخبيثة خلاص اللي هي بتتعمل عليها أبحاث حاليا بس مش ويل ايفيدنس بيز زي ما قلنا اللي هي المصل كونتراكشن والمصل سترينس بتاع البلاد فلو الوند هيلينج والفاكشر هيلينج. خلاص؟ طيب الكونتر اندكيشن بتاعتنا هم عاديين احنا كنا قلناهم المحاضرة قبل اللي فاتت. خلاص؟ صوت صوت أول حاجة البيس ميكر. صوت صوت تاني الصوت تاني البيس ميكر.
البيس ميكر ده عباره عن جهاز منظم ضربات القلب، خلاص ده الكتريكال ديفايس بيبقى موجود ببطاريه وشحن والكلام ده، وموجود عند القلب بينظم ضربات القلب. طبعا ده الكتريكال الشارج الكتريكال كارنس، فلو انت حطيت الكتريكال كارنس عليها هيحصل تباعد في الاثنين، فالجهاز يا اما هيضرب شوفنا على كده يا اما هيبوظ ضربات القلب، خلاص هيحصل ارثيا ونفس القصه برضه نفس السكه هي ايه الله يرحمه. ماشي ثاني حاجه مكان قريب من عندي يعني ما ينفعش الحته دي كلها كده الشيست خلاص والعرض خلاص دول لا اشتغل لمبر اشتغل على الانفل مفيش مشكله فيه. البريجنس نفس الكلام اللمبر الابدو من البلفس ريجون كونترا اندكيشن ليه؟ اولا هيعمل بريماتيور ليبر او يعمل بريماتيور كونتراكشن في الليترس الشهور الاخيره فده بيعمل بريماتيور ليبر ولاده مبكره لما لو هو في اول 3 4 شهور ده هيأثر على الميوتيشن بيأثر على الراس بتاع الفيشن خلاص ممكن لا قدر الله يعمل تشوهات خلاقيه خلاص لسه قايلين بيزود الضغط في الام بيزود البوند هيلينج فبالتالي ده يعمل اكسلريشن للريكسلريشن والراس بتاع الفيشن وبالتالي هيغير السيكونس بتاعه فلا قدر الله ممكن تحصل اي تشوهات وارجان فنتجنب الموضوع ده خلاص البريجنسي لمبر ابدومين بيلفس كل الشهور بتاعته في الاول او في الاخر على ثلاث مناطق الوقت. تمام؟ طيب بعد كده عندي السيرفايكال ريجن او النيك الانتيرو نيك كونتر انديكيشن ليه؟ عندي كاروتيد سايتس خلاص وكارو سيرفي اي ستيميليشن ليهم هيعمل لي فاز فيجن اتاك خلاص هي بوتنشال اتاك سين فور لهم معايا على طول عارفين ان الكارو سيرفي هتعمل ايه؟ خلاص ستيميليشن معايا ايه؟ في الانتيرو نيك هنا في كاروتيد ارش خلاص في كاروتيد سايلوس هنا في زي جيت شويه سايلوس اسمه كاروتيد سايلوس السايلوس ده عامل زي جيت حته كده فيها دايركشن شويه فيها تمدد شويه بيحصل فيها ايه او موجود فيها ايه جوه؟ موجود فيها ريسبتورز خلاص اسمهم شعيرات حته كده اسمها بارو ريسبتورز البارو ريسبتورز دول بيعملوا ايه؟ بيحصل لهم ستيميليشن امتى؟ او هم ريسبتورز ايه؟ الضغط بريشر الانيبيشن في الضغط بريشر لما بيرتفع ضغط الدم لما بتاع الضغط بريشر بتاعي يزيد خلاص بيحصل استيميليشن للبارو سيكتور الدم لو هو ملحق ده فيه ضغط عالي ابدا ينزل فيعمل صدر ديكريز خلاص في الايه؟ في الضغط بريشر طيب لو انت بقى حطيت تنس راجل طبيعي مش مشكله وضغطه كويس وكمان مفيش اي مشاكل عندي وحطيت له تنس على الحته دي حصل استيميليشن للبارو سيكتور وصلت البريد ده فيه ايه؟ هو ما تعملش ما تعملش مش دعوه بتنسى هو حصل سيكتور استيميشن سيكتور جت من حته معينه خلاص في طريق معين زي ما بيحصل مع التنس التنس مش نفس السكه بتاعت البيت بعت للدفن والكتر منزله هو البرين فوق اعتبر ان هو ده ماشي في السكه دي فاللي بيجي لي بالسكه دي هو البيت فهو ده ماليش دعوه خلاص مين اللي بعته ماليش هو اللي جاي في السكه دي هو بتاع البيت فنفس الكلام اللي بيطلع السيجنال بتطلع من بارو سيكتورز للبرين فوق معنى كده الضغط عالي. مين عمل لها ستيميليشن مش قصير. فلما يحصل ستيميليشن ليها بالتنس فبيحصل ايه؟ بروسيس الهوم اللي بيبقى فيه بلاد بريشر عالي يعمل ايه؟ ينزل. فينزل الضغط جامد هو الضغط بتاعه طبيعي خلاص 120 ولا 130 الراجل زي الفل مفيش مشكله ينزله بتاع 90 80 خلاص يحصل هايبرتنشن سيكتور. يوم عالي. يبقى كنت انا ديفيشن. تاني حاجة عندي في الانتيريور نيك لارينكس والفارينكس خلاص والعمق والأحبال الصوتية والكلام ده كله خلاص بيعمل ايه؟ سبازم فيها فبالتالي تأثر على الريسبيريشن على البريسنج بتاع العين فكنت الانديكيشن انا مش هعرف الحتة دي وصلت؟ تالت رابع واحدة عندي ميتال امبلانتس شرايح والمسامير ليه؟ المسامير والشرايح المعادن المعادن دي موصل قوي للالكتريكال كارن اكثر من البودي تيشو وبالتالي يحصل كونسنتريشن للكارن في الحته دي خلاص متركز عليه ان هو دايما الكارن بيدور على الحته السهله اللي يعدي فيها بيدور على المكان اللي فيه ريزيستنس قليل خلاص فبالتالي المكان ده هو اللي بيوصلني السكه دي الشارع المسالك زي ما احنا قلنا هو طريق في كذا طريق وصلني للبيت بدور على الشارع المسالك النظيف الكويس اللي اعرف امشي فيه نفس الحكايه خلاص نفس القصه هيدور على المكان الاسهل اللي هو يعدي فيه عدى من الطريق ده هيتركز بقى في المكان ده يبدا يزيد التركيز بتاع الكونسنتريشن بتاع الكاكاو على الميتال بليتس في
السكروز الموجوده خلاص، فبالتالي هيعمل اوفر هيتنج، تسخن درجه الحراره بتاعتها تزيد، هتعمل انفلاميشن اوف ايه اكتر من الاول. كده انا زودت المشكله مش قللتها. خلاص؟ والاوبن وند نفس الكلام. ماشي؟ طيب الابيليبسي عشان نرجع الصعب اللي هتعمل السيزرين اتاك، تعمل ستيميوليتنج دي. خلاص؟ تنشط النوبه ويحصل سيزرين اتاك، يحصل نوبه صعب. العيان كونترا انديكيشن على اي حته في الجسم. خلاص؟ كانسر كانسر بلاينس تيومر الاورام السرطانيه كلها كونترا انديكيشن بنشتغل عليها او حواليها. لو بيزود الضغط في الدور بيزود السيل جروس بيزود الديلينج والكلام ده كله بيزود الريجنريشن والكريستاليزيشن وبالتالي هيزود الجروس بتاعت التيومر. خلاص؟ فالتيومر هتزيد فالكانسر هيزيد بيحصل له سبريدنج بيحصل متاسس في الباي بودي فكده زودت المشكله مش عليها. بعد كده عندي الهيموج لسه هيجي بعده من شويه بيزود الضغط فلو بيزود السيركليشن فلو انا اشتغل فيه هيموج في نزيف وانا زودته هينزف اكتر خلاص فده خطا صحي بس سنسور نص الاعتماد بتاعنا كله من الاول لاخر على السنسيشن بتاع العيان فلو في مشكله عنده في السنسيشن في الاريا دي كونتر انديكيشن اشتغل عليها خلاص اشتغل حواليها بعيد عندي ما اشتغلش في المكان تمام. بعد كده عندي الارتيريال ديزيز والدي فينس بوز نص ده ليه؟ يحصل فيها اتاتشمنت للسترومبوس دي تحول لامبوليزم والامبوليزم تروح تلف تخبط بقى في اي حته سريبرال بالمونري كاردياك في اي حته بقى تعمل ايه؟ الجلطه بتاعته والاثيروسكلوروس او الارتيريال ديزيز نفس الكلام صلب الشرايين صلب الشرايين اللي بيحصل فيه بس تصحى الارتيريال ديزيز يا الاثيروسكلروس صلب الشرايين بيحصل في ايه؟ بيحصل في الثمان طبقات داخليه جوه اليوم بتاع الارتري ماشي ترسيبات على الوول بتاعته من جوه فيبدا اليوم بتاعه يقل يزيد 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 خلاص لحد ما يبدا ايه؟ يقفل خالص ماشي؟ مش قصتنا دي اللي يهمنا ايه؟ ان الطبقات اللي اتكونت جوه دي لو انت اشتغلت تنس لو انت بتاع السيركوليشن خلاص فانت كده زودت الفلو السرعه بتاعت البلط في الحته دي وهي معديه في ريسك ان هو يعمل ايه؟ يشيل حته من جوه خلاص ياخد حته يطلع حته منها من التسريبات اللي جوه يكسر حته منها فيطلع تلف في الامبلس بلط متحركه تلف بعد تخبط اي حته زي دي بتيجي بالظبط فكنت انديكيشن تمام. اخر حاجه الاكيوت انفكشن بتزود البلط فلو خلاص فبتزود الاكسجين والنيتريشن والكلام والسبلمنتس اللي رايحه للمكان ده بتاع الانفكشن فبتبدا بتزود الجروس بتاع الانفكشن. خلاص ده كونتر انديكيشن مشكله في اي حاجه فيهم تمام. طيب الكومبليكيشن او السايد افكتس او الديس ادفانتج بتاعها ولازم تفرق بين الكونتر انديكيشن ومن السايد افكت من الديس ادفانتج والكونتر انديكيشن عشان الناس بسم الله ما شاء الله وحضرتك كانت كلمه الاثنين زي بعض يعني زي الفل يعني غالبا هو ماليش كلام فانا كده اللي انا فاكره يعني حاطط ديس ادفانتج وكانت كونتر انديكيشن فدي حاجه ودي حاجه كونتر انديكيشن لحالات ما ينفعش اشتغل معاها الحاله دي ما تنفعش دول لازم تبقى عارفهم بالاسم بالنص النص ده اللي هيحدد اذا كان ينفع تشتغل فيها ولا ما ينفعش الموداليتي دي هتشوف جهاز تاني ولا الجهاز ده ينفع؟ لازم تبقى عارف الكونتر انديكيشن ايه؟ دي نواهي الاستعمال للحالات اللي ما ينفعش تشتغل فيها الجهاز ده او الموداليتي دي. طب الديس ادفانتج او السايد افكت او الكومبليكيشن دي حاجات ممكن تحصل خلاص عرضيه سيمبتوم او سيمبتوم ممكن تحصل نتيجه استعمال الجهاز ممكن تحصل وممكن لا. خلاص بس لازم يتكتب او لازم تتذكر خلاص كديس ادفانتج او سايد افكت للجهاز ده او العلاج ده. هي حصلت مع حاله في المليون بس لازم تكتبها لان طالما حصل ان شاء الله واحد في المليون بس تكتبها لازم تتقال. طيب ايه المشاكل اللي ممكن تحصل نتيجه اشتغال الشغل بالتنس او الابلكيشن بتاع التنس؟ اول حاجه عندي ممكن يحصل سكيل ابلكيشن وتيرماتايتس انفلاميشن وتهيج في الجلد
ليه؟ نتيجة الكارنت دينستي والكونسنتريشن بتاع الكارنت انت بتشتغل في نفس المكان وفي نفس الميطة هي كل بعض. وجلسة بتاخد ساعة ساعتين على حسب زي ما احنا قلنا التايم بتاعك حسب الحالة. فلو انت بتشتغل تايم كبير تمام وفترات طويلة وبتكرر مرتين مثلا او كل يوم مرتين في اليوم او كل يوم يوميا خلاص وفي نفس المكان هي الالكترود نفس المكان في الموين دي خلاص ساعتين النهاردة الصبح ساعتين بالليل او ساعتين النهاردة ساعتين بكرة خلاص هيبدأ يحصل تهيج شوية في الاسكان عشان تغلب عليها دي فانا بحرك الالكترودات من مكان. مره اشتغل هنا كده مثلا واشتغل على دي واحده يمين واحده شمال دي الجلسه دي الجلسه اللي بعديها واحده فوق واحده تحت خلاص الجلسه اللي بعديها زاويه واحده مكان واحده كده الزاويه المره اللي بعديها هنا خلاص ولف وحط كلهم واحد لابيتيشن واحد. انت هدف عندك في اللابيتيشن بتاع البيس ايه؟ ان الكارت يعدي على البينفون اريا يعدي على الحته دي فانت بتشوف البينفون اريا فين وتحطها في النص بين التو الكتروز خلاص. فانت عندي مشكله عندي اوسكار سايتس في النيل انا بحط واحده فوق واحده تحت عدى في النيل هيعدى واحده يمين واحده شمال هيعدى واحده كده هنا واحده هنا هيعدى خلاص. فتغير المكان بتاعها عشان ما يحصلش كونسنتريشن او زياده في الدنسيتي في بوينت معينه عشان ما يحصلش الايه؟ الاريتيشن. ثاني حاجه ممكن يبقى فيها ديزل سنسيشن اللي هي الديسكومفورت اللي بتحصل خصوصا مع البريف انتنس اللي هي الالم الشفافه العالية أو الشديدة دي ممكن تحصل خلاص وارد. طيب ايه تاني ممكن يحصل؟ الأفكشن والأدابتيشن اللي ممكن يحصل تعود العين يتعود عليك فكل مرة تقدر تزود وكل جلسة تزود عن اللي قبلها ودي بيتغلب عليها بالموديوليشن بتاع الجلسة الجلسة الحديثة كلها حل فيها المشكلة دي خلاص. هو الجلسة كده اوتوماتيك بيعمل موديوليشن لوحده فبنتغلب على حتة الأكونديشن أو الأدابتيشن اللي حصل خلاص. يبقى الديس ادفانتج بتاعتي ثلاثه الاريتيشن الابنورمال ديزل سنسيشن والنيوراتيك انفكشن او ادابتيشن خلاص. الادفانتج بتاعته نون انفيسيف تشيب ايزي يوز افيلابل اشكال كتير وانواع كتير واسعار كتير والبرايس بتاعه كويس خلاص. في حاجات زي ما قلنا الغرفه دي صغيره العيان ممكن يشتغل بيها لوحده مش لازم دكتور قصه الاجهزه الحديثه كلها دلوقتي تبقى برنامجيه حالات مكتوبة الوصي أرثرايتس فوزن شولدر أوتر كاب ألتن سبرين مرتبطين كده تحت بعض وعلى حسب الحالة اللي عند العيان بتقول له اختار انت البرنامج كذا وتحط الانتظار كذا بعدين بيشتغل اوتوماتيك لوحده في البيت مثلا يبقى التنظيم بتاعها والشغل بتاعها سهل مش محتاج بقى حد فاهم قوي ان هو عشان يعرف البرامتر واحط الفريكونسي كام والكونستريشن كام ومش عارف الديتا سايكل ايه واعمل ايه خلاص هو الجهاز شغال لوحده. خلاص ده بالنسبه لايه؟ للاطفال. في مشكله لحد دلوقتي؟ صحيح لسه ولا جميل؟ نكمل طيب. دي بقى الحاجات بتاعتنا خلاص الدرجه بتاعت الايه؟ بعض لو بالظبط فاضل اخر حاجه اللي هو الكريت ابلكيشن دول مش هيكملوا 10 دقائق 10 دقائق. هنخلصهم بسرعه. معلش. كده. ده جنب الكونتاكت ميديا اللي بيشتغل بيه صوت. بس تصحى. خلاص ده الشكل بتاع الجهاز اللي هو البورتابل ده الصغير. خلاص دي الاجهزه الكتاب اللي هي الحاجات اللي بتتزق اللي احنا قلنا سنجل يوز دي خلاص وزيها نفس الكلام اهو. دي بقى اللي هي الرابر. خلاص دي الكتروجات اللي هي الرابر. وده الجهاز ده اسمه شاتانوجا. ماشي ده شاتانوجا الامريكي وده اللي بتاعه الباك كارد اسمها شاتانوجا. ده بيبقى فيه كذا حاجه في الكتريكال كارد اهو في السلوك بتاع الالكترونيكودات خلاص وفي الالتراساوند مع بعض. الالتراساوند اهو ده تمام لوحده يعني كده انا مش عايز اخد دور. تقريبا 150 مليون. خلاص. 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 خلا
صوت 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 اللي حصل نتيجه الجلسه ايه. خلاص
في هيد سكان سوري في هيد سكان هير خلاص بعمل له ريموفال كليمنج ليها بقص الشعر زياده في الكلام ده عشان اقلل الريزستنس اعمل كليننج للاريا بالالكحول او بالميه صابون بتاع الكلام ده انظف المكان ده كويس اشيل اي علم اي تراب اي زيوت الكلام ده كلها انظفها عشان اقلل الريزستنس خلاص ده بالنسبه لايه للعيان واحط الكونفورتر والبوزيشن على حسب السيشن والمكان اللي انا اشتغل عليه نمبر مثلا وسيرفايكا الكلام ده اخليه سوباين اخليه درون اخليه سايد لاين سكيتنج مثلا شوف انت الكونفورتر والبوزيشن خلاص بالنسبه لايه لحالته ونقع العيان تمام نرجع بعد كده للجهاز ناخد الالكترولات صوت ناخد الالكترولات تمام نحط الجل بتاعنا عليها بس اتاكد الاول ان الالكترود سليم مفيش اي قطع فيه مفيش اي هاك وفي ديجنريشن والريسبونس اللي احنا كنا اتكلمنا عليها اللي ممكن تعمل فيرم اتاكد ان الالكترود سليم مفيش اي مشكله خلاص احط الجل بتاعي او ميه او سلايد ايا كانت الباكت ميديا اللي هشتغل بيها واحطها على الاريا اللي هشتغل عليها طيب الابلكيشن بتاعه قلنا مونو بولر باي بولر فاضل بولر على حسب ايه الحاله اللي قدامك وحسب ما انت شايف هتحط الالكترودات ازاي براحتك عايز تخليهم فيرتيكال مثلا مونو بولر زي ما اتفقنا عند النيل فيرتيكال هورزونتال دايجونال زي ما انت عايز براحتك خلاص اشتغل كوادر بولر مفيش مشكله حط الشانل هنا وشانل هنا واحده هنا واحده هنا على الباب واحده يمين خلاص فوق وتحت والشانل الثانيه شمال فوق وتحت عايز تخليها كوادر باب ماشي يبقى الشانل واحده هي اللي فوق الالكترود واحده والالكترود اثنين يمين وشمال سباين والشان الاثنين تحت الالكترود واحد والالكترود اثنين يمين وشمال سباين براحتك مش مشكله زي ما انت عايز هتشتغل بست اشتغل بثمانيه اشتغل حسب الاريا اللي انت عايزها عشان ما تاخد الظهر كله مش مشاكل عادي خلاص ماشي ده بالنسبه لايه؟ للابلكيشن بتاع الالكترود وثبتها بعد كده بالاسترابات او باللي هو الاديسيف تيب الناس هتبتدي ده اللي هو خلاص على حسب المكان ده ينفع يتثبت استراب ينفع يرفع عليه بتاع او او ايه اللازم نبدا بعد كده الجلسه اشغل الستارت بتاع الجهاز تمام صوت صوت المفروض الجزء ده كله عمل المفروض السكاشن ماشي اشغل الاوت بتاع الجهاز واعمل خلاص اخترت التايم الكاونت بتاعي واخترت التايم اللي انا اشتغل عليه ضغطت البارامتر بتاعته يا اما انت هتخش على الحاله دايركت والعمودة زي ما قلنا الليست اللي هو الليست بتاعتك اللي عندك على الجهاز تختار الحالة بتاعتك لو انت مش عايز ترجع دماغك بالايه؟ بالبارامتر تختار الحالة او تظبط انت البارامتر اللي انت عايزها براحتك كده خلاص الدنيا تمام الالكترولات هتثبتها في مكانها كده زي الفل ابدا بقى زود الانتنستي هتبدا تفتح المفتاح بتاع الانتنستي وتزود بتدريج لحد ما توصل للسنسور ليفل اللي انت عايزه وانت بتتفق معاه معين عليه خلاص حسيت بحاجة بالتنميل حاسس بالشك حاسس مش عارف ايه 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 حد ما تبقى تزود تزود حد ما توصل لليفل بتاع السنسيشن اللي انت ايه عايزه لا شغال شغال يا دكتور قول بتاع البوك شغال بتاع اللابتوب ده خلاص وصلنا الليفل بتاعنا خلاص سبت العيان بيكمل السيشن بتاعه التايم بتاعها على حسب ايه جلسه نص ساعه ساعه ربع زي ما قلنا براحتك حسب الحاله كل خمس دقايق 10 دقايق بتاعت على العيان تبص عليه الاخبار يا حاج الدنيا تمام ماشي مظبوطه تبص على الالكترولات في مكانها ومثبته تمام زي الفل الاجهزه القديمه شويه او الاجهزه اللي هي مثلا سي يكون تايوان الحاجات دي ما ينفعش الريجوليشن يعني فتبقى تزود الانتنس بكل ايه 10 دقايق تقلل شويه رايح حاسس انها خدت شويه فتبقى تزود الانتنس شويه عشان الريجوليشن ما يقلش الاجهزه بقى الحديثه او الماركه كويسه يعني خلاص فده هيبدا يعمل ايه ريجوليشن لوحده اوتوماتيك فانت كده تصحى تخش بس تبص على الكلولات ثابته في مكانها حاجه تحلاج حاجه وقعت حاجه عملت خلاص الدنيا تمام كل سي كل 10 دقايق كده تبص على خلص التايم ده خلص التايم بتاع السيشن بتاعتنا نشيل الكودات نعمل لها كليننج وستابلايزيشن طبعا عشان التليفون يتقفل الكلام ده خلاص وجهزها ايه للجلسه اللي بعدها نخش بعد كده على الثانيه نفسها بتاعت العيان تعمل لها كليننج تشيل الميه وتشيل الفقال وتشيل الكلام ده تعمل انسبكشن ليه وتشوف التغيرات اللي حصلت عن اللي قبلها الهيبريك العاديه اللي هو اللايت بريدنس ده تمام زي الفل اي حاجه ثانيه سجلها في لسعه في مكان حاد في انصه
الدستر مثلا اللي هي البابلز دي بتاعت الجروب خلاص اللي هي الفقاعه اللي بتبقى نتيجه الحرق دي خلاص. في تشينج في الكلاريشن والبيجمنتيشن بتاع السكين، تسجل الكلام ده كله تعمل بيجمنتيشن عشان على اساسه تبدا تعمل بيجمنتيشن بالبارامتر والسيشن بتاعتك المره الجايه. ايه اللي ينفع واللي ما ينفعش تزود ايه؟ قال لك ايه؟ اذا تلغي الجهاز ده وتروح جهاز ثاني مش مشكله على حسب ما انت ايه هتشوف. في حاجه ثانيه في السيشن بتعملها؟ مفيش حاجه كده خلاص شكرا مع السلامه يا عم.